امتحان، ولكن أهم شيء التحدث. التحدث التحدث باستمرار يعني. والاستماع لفيديوهات في اليوتيوب يمكن كذلك، هذا خلال المدرسين، هذا مفيد. مدرس سامر رائع مفيد دائما مفيد، ولكن أنا أقول دائما أنا أفضل أن الناس يشاهدون أقل من فيديوهاتي، ويعطي يعني أو يأخذون الفيديوهات كإبداع لاستخدام الكلمات الجديدة في حياتهم اليومية. نعم، أنا نعم. أفضل ذلك. نعم. إذا مثلا إذا أنا أحيانا أنا أستخدم يوتيوب لتعلم، ليس أو قليلا لتعلم اللغات، ولكن مثلا أنا أتعلم عن التسويق مثلا، لا يمكنني أن أشاهد 5 فيديوهات في يعني في يوم واحد طبعاً. وبعد ذلك سوف أنسى الفيديو الأول والفيديو. نعم. الثاني، هذا ليس جيدا. نشاهد فيديو أو أقل من الفيديوهات، ولكن التركيز على الفيديوهات وبعد ذلك التركيز على استخدام المعلومات الجديدة من الفيديو. نعم، هذه نقطة مهمة. نعم.